السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم في قناتي شهيوات بشرى اشبي. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير فطائر على شكل قلب، كيجيو رائعين والحشوه ديالهم لذيذه بزاف. قبل ما ندوز نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، هذا الفيديو درته بالمشاركه مع واحد الصديقه ديالي اللي بدورها غادي تقدم لكم رغايف بريستيج كيف ما كتشاهدوا، كيجيو رائعين وغزالين بزاف. كنتمنى انكم تزوروا القناه ديالها، سميت القناة ديالها شريفة كويزين. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناة ديالها في صندوق الوصف، وكذلك غادي نبين لكم دابا الصورة باش تشوفوا اللوغو ديال القناة ديالها. عندها بزاف ديال الوصفات رائعة، كنتمنى انكم تزوروها وتشجعوها. الان غادي ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي هنايا معلقة ديال صوص صوجا، غادي نحتاجو الكروفيت اي قمرون، صلصة حارة، عندي هنايا الملح، 100 غرام ديال الفرماج محكوك، عندي هنايا البزار. غادي نحتاج العجين السحري اللي حضرت معكم من قبل، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كذلك غادي نحتاجو في واحد المقلاة، انا هنايا قطعت كالامار، عندي هنايا فلفلة خضراء وحمراء وصفراء. دابا غندوزو للطريقة. اذا بسم الله على بركه الله، اول حاجه كناخذوا المقله كنوضعوها على النار. انا نسيت ما ذكرت لكم الزيت مع المكونات، ضفت القليل من الزيت، الابزار، الملح. كنتمنى انكم تجربوا هذه الحشوه، كتجي رائعه بزاف الفطائر. غادي نضيف شويه ديال الصلصه الحاره، ممكن تضيفوا الهريسه معلقه صغيره. من بعد غادي نشحر الكل مزيان، اذا بعد ما شحرت الفلفلات وكالامار غادي نضيف دابا القمرون او الكروفيت. غادي نضيف تقريبا معلقه كبيره ديال صوص صوجا. من بعد غادي نحرك الكل حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكيطيب عندي الكروفيت كيف ما كتشاهدوا. بعد ما طاب الكروفيت في هذه الاثناء انا غادي نطفي عليه النار وغادي نخليه يبرد واحد شويه. من بعد كناخذ العجين السحري كيف ما ذكرت لكم، غادي ندير منه كويرات على حسب الحجم ديال الفطائر اللي نتوما بغيتو. بالنسبه للفيديو ديال العجين السحري غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اذا انا غادي نشكل كويرات كيف ما كتشاهدوا. اول حاجه كناخذو دقيق كنرشو به سطح العمل، من بعد كناخذ واحد الدلاك وكنطلقوا العجين ديالنا. ضروري نطلقوها على شكل طولي وتكون رقيقه. كنحاولوا نطلقوها شي شويه بالعرض، ومره مره كنرشوا الدقيق. اذا بعد ما طلقت العجين في هذه الاثناء انا غادي نلويها كيف ما كتشاهدوا. اذا كتكون على هذا الشكل. من بعد كناخذوا يا اما سكين او لا كناخذوا هذه القطاعه ديال البيتزا، كنحاولوا نقطعوا كيف ما كتشاهدوا، كنخليو غير الجهه ديال الراس اللي ما مقطعاش. من بعد كنشدوها وكندخلوا هذوك الجوانب
في الوسط باش هكا كنحصلوا على شكل قلب. نتمنى ان الفكرة تكون وصلتكم. كنحاولوا نضغطوا على داك الوسط لان تما اللي غادي نعمروا بالحشوه. غادي نعاود الطريقه مره اخرى، كنرشوا سطح العمل بالدقيق، من بعد كنطلقوا العجين بالمدلك، كنطلقوها على شكل طولي ان شاء الله. تجربوا هاد الفطائر كيجيو رائعين بزاف ولدات، وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وتوجدوهم في شهر رمضان. بالنسبة للحشوة ممكن تعوضوا الكروفيت وكالامار، تعوضوها بالكفتة او لا بالديك الرومي. اذا بعد ما طلقت العجين كلويوها على شكل رولي، كنحصلوا على هذا الشكل. من بعد كيف ما ذكرت لكم ممكن تستعملوا السكين او لا تستعملوا هذه القطاعه اللي كنقطعوا بها البيتزا. من بعد كنقطعوا داك الوسط، كنحصلوا على هذا الشكل. من بعد كنقلبوها وكندخلوا دوك الجوانب اللي الفوق كندخلوهم في الوسط باش هكا كنحصلوا على شكل قلب. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الفطائر. غادي نستفهم في واحد طاوه ديال الفرن اللي مفرشه بورق الزبده كيف ما كتشاهدوا، وكنضغطوا عليهم من داك الوسط لان تما اللي غادي نعمروا بالحشوه. من بعد غادي ناخد صفر ديال البيضه اللي ضفت معاها القليل من الحليب، غادي ندهن مزيان الفطائر. اذا بعد ما دهنت الفطائر مزيان غادي ناخد البافو او الخشخاش غادي نزين به الجوانب ديال الفطائر. هذا اختياري، ممكن تزينو بسمسم اي زنجلان، كل واحد كيزين على حسب الرغبه ديالو. اذا بعد ما وضعت الخشخاش في هذه الاثناء غادي نحط الحشوه في الوسط ديال الفطائر. اذا بعد ما عمرت الفطائر بالحشوه كيف ما كتشاهدوا، غادي ناخذ الجبن محكوك غادي نوضعه من الفوق. اذا بعد ما وضعتهم من الفوق غادي ندخلهم الفران على درجه حراره 250، غادي نخليهم حتى كيتحمروا من التحت وكنشعل عليهم الفوق. ملي كيتحمروا وان شاء الله تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هاد الفطائر على شكل قلب. كيف ما كتشاهدوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر بعد ما خرجوا من الفران، كيجيو رائعين ولذات بزاف ومكوناتهم بساط بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.